باوند كيك بالفواكه المجففة، نصف كوب زبدة ونصف كوب من السكر، ثلاث بيضات، ملعقة من الفانيليا، ثلاث أرباع كوب فواكه مجففة، ثلث كوب كرز أحمر مجفف، ثلث كوب زبيب أسود، كوب ونصف الكوب من الطحين، نصف كوب لوز مطحون، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع كوب من الحليب السائل، رشة ملح خفيفة جدا. تمام. أول شيء لازم تكون الزبدة على جو الغرفة، بس تمام. لأنه هون أنا بالاستوديو عندنا كونديشنات وبارد كثير الاستوديو، اضطريت انك فذوبتها شوي حتى ايش تساعدني في عملية الخلط. تمام. انا اليوم مستخدم عجانة سونا. اكيد سونا طبعا. ايوه. الان راح ابدا في تنعيم او تبييض السكر مع الزبدة، هذا اول شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحكي يا الله. اذا نصف كوب من الزبدة يا سمير مع نصف كوب من السكر. طبعا نصف كوب من الزبدة يا حبايبي تقريبا بنحكي على اصبع واحد من الزبدة. اوكي. هون راح ابدا اضيف انا بيضة ما مجموعه ثلاث بيضات، وزي ما علمتكم مرة حبايبي انه لازم اكسر البيضة انا هون لحالها حتى اشوف اذا كانت خربانة او مش خربانة. في حال كانت خربانة بدي اشيلها بدل ما اخسر كل الوصفة او العجلة. تمام. بهدي اللعبة شوي عليها وبدير هالبيضة وبعدين بكمل الخلط. الان بدي اخلط المواد الجافة اللي هي مكونة من الطحين الابيض كوب ونصف الكوب، لوز ربع كوب مطحون، وبيكنج باودر ملعقة صغيرة. هذا الكيك مش راح ينفخ كثير. يعني ما اتوقع انه يصير في نفقة عالية ابدا. الان حبايبنا بنهدي ورايح انا اضيف الان المواد الجافه. لسه عندي كمان، في عندي حليب بدي اضيفه وعندي فواكه مجففه. الان رايح اضيف انا المواد الجافه مع بعضها، اخلطها خلط خفيف جدا اشي لا يذكر، مع اضافه ربع كوب من الحليب، بس خلطة صغيرة كمان. بنضيف الفواكه من دون إضافة أي نوع من الطحين على الفواكه. لأنه الخلطة هاي من الخلطات الجامدة. أضفنا ملعقة صغيرة من الفانيليا على الخليط. مفروض أحطهم مع البيض، أنا بس نسيتهم. الآن هون أنا برأيي إخوان أحسن 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 شيء للكيك ما سمعنيش طبعا، بقول له العمر له دور بالنسيان. والله. طيب تبدأ هسه بإيش هاي الطحينية؟ أنا برأيي إخوان أحسن إشي للكيك بيعطي طعم جميل وبيعطيك لون حلو اللي هو طبعاً صراحة الطحينية. يعني بصير سحر بالقالب، سحر خاصة للكيكات بتخش على الفرن. أنا هاي رأيي إخوان، وكل إنسان عنده. في طبعاً نوع ثاني إنه زيت أو زبدة وبعدين ترشوه بالطحين برضو بصير. وفي كمان استخدموا الدارجة طبعا ورق الزبدة، كل واحد له مزاج، بس انا شخصيا بحب موضوع اني احط طحينية على الكيكات تبعوني. بس تمام بالقالب هيك تنزل لحالها. حلو. طيب خلونا الان يلا شوفوا الكيكة راح تكون بهالشكل، مش راح تكون من الكيكات الطرية. الان بفرن ابو سوارة البا الطلياني بدي احط حرارة 160 واخذها لمدة 60 دقيقة ساعة. انتبهوا، هاي الكيكة بدهاش نار قوية، بس بدها وقت طويل، انه هاي باوند كيك وفيها فواكه بدها وقت طويل، ولكن طعمها مع كاسة شاي او فنجان قهوة